لما بتاريخ 12/8/2020 ناقش علنا الطالب الدكتوراه او الصحة اطروحها لنيل شهادة الدكتوراه في الطور الثالث في القسم العلوم التجارية بعنوان دورة اتصالات سوقية متكاملة في تحقيق التنمية السياحية دراسة حالة ولاية قالما أمام اللجنة المتكونة من الأستاذ الدكتور عزيز ناصر مشرفا ومقررا، الأستاذ الدكتور جنين عمر ممتحنا، والأستاذ الدكتور خوني رابح ممتحنا، والأستاذ الدكتورة فليحة ريندا ممتحنا، والأستاذ الدكتورة ربيعة سليمة رئيسا. وقد وبعد المناقشة العلنية والمداولات السرية نقترح على لجنة على السيد وزير التعليم العالي منح الطالب أو المترشح شهادة الدكتوراه المدير بتقدير مشرف جدا.